صلاتنا لكل أشخاص اللي تركونا، خصوصا بعد هالأيام الصعبة، بيحن عايشين مع ربنا عم يعيدوا معه بالسما، واللي صاروا عندك ربي قربوني من بهاك، بشعر بروحهم عدربي، بحسهم من حولي ملاك، كل ليلة بضمهم عصدري رغم البعد وصمت الغربة، بتمنى يوصلن حبي وبصلي نالوا رضاك، يلي صاروا عندك ربي عيدون الليل وزمان، يلي صاروا عندك ربي عيدون الليل وزمان.